الأخت نبوغت سقاقة وبعطشان، ترسم بحب الخير للكل صورة، فرحت بيوت بصغرها وأجمل إنسان. لما غدت للأم عون ومشورة، وانعطرت من جازها الفذ الأكوان، محد يلوم الكون غارت زهورة. مرحبا بكم بناتي في فقرة ماما، راح نعطيكم تدبيرة ونصيحة اللي اعتمدناها من صغرنا مع ماما. كما كنت تشوفوا سميد ميكسيكالي أخميد استعملناه يعني بكل صراحة، وكاين ثاني التل مليح، كاين بزاف دوك تخليهم لكم أم الإسلام في خانة التعليقات. ومتشوفوا البنات هنا يا احنا في المنزل نشريو بتاع 25 كيلو، يعني يكون كاين أخوات البنات النوعية هذه تاع سميد ثاني مليحة، كاين أخوات يشريو يستهلكو أو يستعملوا بزاف سميد الفارينة، وكاين نلاحظ كاين أخوات يشريو بالكيلو بزوج كيلو، يعني يكون تجي طلعي لها الحساب في الشهر راح تسقام لك اكثر من انك تشري تاع 25 كيلو. مع العلم احنا رانا نطيبوا الكسره الصباح وعشيه البنات، يعني نستهلكوها يوميا وتحكم منا شهرين. وكاين اخوات ثاني سقساوني، بما انك تخدمي طلبيات للناس، تخدمي لي كوموند كونتيتي كبيره من 200 حبه، يعني اقل شيء 200 حبه فما فوق، واش من فارينه تستعملي؟ يعني الفارينه هذه ثاني نستعملها، ما عندي حتى مشكل، حتى المتربصات اللي قراو عندنا نعتلم بلي رانا نستعملوا بهذا، واستعملنا مع بعضنا هذا النوعي. شوفوا البنات البورتمونجي هذه كاينه بزاف، تقول لك انا واش نشريها واش راح ندير بيها، انايا مانيش ما نخدمش القطوات وما نديرش وما واش ندير باللي بورتمونجي الكبار. نقول لك حبيبتي لي بورتمونجي هذه تستعمليهم او تستهلكيهم في ترتيب المطبخ تاعك، انك كي تشري هذيك الفرينه والسميد تاع 25 كيلو تفرغيها هنا، وسهلة الاستعمال كما كنت تشوفوا فيها كشغل الروض من تحت، يعني تسهل لك باش تحركي هذاك البورتمونجي تحركيه وتجيبيه. هنا الفرينه والسميد هنا 25 كيلو كامل تجيك في هذا البورتمونجي، يعني خير من تخليها في صاشيتها ولا. شوفوا البنات تزلك 25 كيلو. هنا ننصحكم البنات انكم صورتوا لي عندهم اطفال وعندهم يحاولوا كيفاه يرتبوا المصروف نتاعهم، نقول لكم اشريوا بال 25 كيلو هكا تحكم لكم شهرين. يعني احنا رانا الكسره نخلطوها سميد وفرينه باش تجي خفيفه كما تشوفونها بعد ما فرغتها، يعني تغرب لي هذيك الفرينه وتحطيهم هنايا. عندنا مكان في البوطاجي دايره تخصيص ماما كيما راكم تشوفوا هاكا البنات، هذه هي كي تحبي تستعمليها تجبديه فيها الروض ماهوش راح يتعبك، وتجبدي وش حبيتي. هذه هي البنات نحاول نعطيكم افكار اللي ماما معتمدتها في المنزل، لانه لقيت بزاف تعليقات يحوسوا على افكار على بها سميتها فقره ماما. هذه هي البنات علاش قلت لكم شهرين باش هكا توفري، يعني تكون على بالك من شهرين شهرين تشري، يعني شهرين كيفوتوا شهرين باش تعاودي تشري الفرينه والسميد نتاعك. ان شاء الله نكون فدتكم معلومه اللي معتمدينها في المنزل من زمان، يعني ملي كنا صغار ماما هذه هي طريقتها وهذا هو ترتيبها في المصروف. في امان الله وفي الملتقى ان شاء الله. ترسم بحب الخير للكل صورة، فرحت بيوت بصغرها وأجمل إنسان. لما غدت للأم عون ومشورة، ونعطت